قعدوه هنا. استنوا تحت. انا اسف سعاده الملك على الطريقه اللي جبتك بيها، بس انا عايزك. وانا كمان عايزك، يا اما كان زماني خلصت على العيال اللي عندك دي. عجبني قوي ثقتك بنفسك. خليني الاول اقول لك قلبي عندك. انا ما اعرفش ليه يا اخي الصياد ده عمل معاك انت كده وقتل الباقيين، مع ان انت الوحيد اللي رفضت تشتغل معايا. طيب متشكر يا سيدي على التعاطف ده، ده حلال والله. انا عندي مشكله سعاده الملك، الصياد بيتشقى معايا، موقف لي شغلي، بيقتل الناس اللي شغالين معايا، مشيت ورا المعلومات اللي انت جبتها لي زي الامن بالظبط. كانت النتيجه ايه؟ واحد راح بلاش. الله يرحمه. الله يرحمه، عرفت وزعلت، بس خلينا نخش في المفيد. انا عارف يا ناجي انك دخلت شحنه سلاح من 2012 ولحد دلوقتي مش عارف تبيعها، واصحاب السلاح ده ناس ما بترحمش، مش كده ولا ايه؟ سيف، انت عارف حاجات اكتر من اللازم. بيعها له. نعم. بيع كل السلاح اللي عندك للصياد، ووافق على السعر اللي هيعرضه عليك، مفيش قدامك حل تاني. تصدق فكره؟ معاك تليفونه؟ لا، بس عارف اللي يدلك عليه. طب وما خليتوش يدلك انت عليه ليه؟ مالكش فيه، اعتبر ان انا لسه عارفه امبارح، وهي دي الحقيقه على فكره. امبارح؟ امبارح انا كنت زيك بالظبط، فاكر ان الصياد ميت، ولما عرفت اني غلطان رجعت ادور تاني. امبارح بس وصلت لواحد بيشتغل معاه. مين؟ واحد سمسار، بيشوف له مين بيبيع ومين بيشتري، زي السمسره اللي عندك كده. ايوه يعني اللي هو مين؟ اهدى بس علاء، مش لما تعرف انا عايزك في ايه الاول. بص بقى، انا مذاكرك كويس وعارف انك كنت ظابط شقي بأمارة الراجل اللي انت عذبته وبتترافع عنه المحاميه المشهوره دي اللي تطلع في التلفزيون كل يوم. على فكره انت تعرف حاجات كتير اكتر من اللازم. عيب عليك، ما كنتش قعدت معاك. انا ما انكرش ان انا معجب بيك، بس اعجابي بيك مش اهم من مصلحه. عشان كده يا سعاده الملك انت هتقعد معايا هنا لحد ما اعرف منك كل اللي انا عايز اعرفه. وانا مش هعرفك اي حاجه لحد ما اعرف انا كمان اللي انا عايز اعرفه. اللي هو ايه؟ عايز اعرف مين الراجل الكبير، الراجل اللي كل السلاح ده بيخش على حسه. انت عارف طبعا ان الضباط اللي اتقتلوا اللي انت كنت بتتكلم عليهم من شويه دول كانوا شغالين في خليه وبيعملوا عمليه سلاح كبيره. العمليه دي لصالح حوت من الحيتان الكبير، راجل اعمال يعني. عايز اعرف مين الراجل ده. بس كده؟ لا، وعايز اعرف كمان مين الضابط اللي كان عندنا في الجهاز اللي مكون الخليه دي اصلا، شريكه. يعني انت عايز تعرف مين الراجل الكبير ومين الضابط الكبير؟ بالظبط كده. ما نفسكش تعرف حد صغير؟ قول لي بقى، اقول لك انا على المعلومات دي كلها ليه؟ دول الناس اللي بيحموني. معاك، بس لو السلاح اللي عندك ما اتباعش محدش هيحميك من صحاب السلاح اللي بره. ما انت هتديني بيانات الراجل اللي هيوصلني للصياد، وانا هحاول اوصل معاه الاتفاق، ولو ما حصلش مش هتسمع عنه تاني. وابقى عملت لك خدمه، مش ده الراجل اللي قتل مراتك وبنتك؟ انت بتتكلم عن مين؟ عن الصياد؟ انت فاكر انك هتشوفه كده عادي؟ انت لو قعدت 10 سنين تشتغل مع الصياد عمرك ما هتشوفه، هتشتغل معاه عن طريق وسيط، وحتى الوسيط ده مش ممكن يوصلك ليه لان هو اساسا ما بيقابلوش. ليه؟ شبح؟ ايوه شبح. طب قول لي مين الوسيط وما تقلقش، ناجي الخليلي هيعرف يتصرف معاه كويس. ما قلت لك بقى يا باشا انا مش هفتح بقي غير لما اعرف اللي يلزمني. اوكي. سلامه. خد سعاده الملك على تحت وريحه على الاخر، وما تسيبوش الا لما يقول لك كل اللي انا عايز اعرفه.
انت عارف ان المشكله انك انت مش شايف. طب وليه مشكله؟ هو انتوا عندكم موزز هنا ولا ايه؟ عايزك يا حلو يفضل دمك خفيف كده للاخر. حاضر بس كده. انا ممكن اقول لك نكت كمان لو عايز، بس كلها هتبقى على ست الوالده. انت عارف ان انا نفسي من زمان قوي افترى على ظابط، بس الامانه ناجي بيه موص عليك، لو اتكلمت اخلص منك واريحك واقتلك بسرعه، بس انا ما نفسيش كده. ها لف ودور عليا بقى عشان اعمل معاك الصح. قولي بقى مين الراجل اللي هيوصلنا للصياد؟ ما بتردش يعني. انا هعرف ازاي اخليك ترد. قالوا لي انك هنا، قلت والله دي بنت حلال. ايه كنت بتفكر فيا؟ لسه هكلمك حالا. خير؟ خير. كنت عايز اسالك بس عن واحد من الضباط اللي لا استنى الاول، انت جاي لي ليه؟ انا محتاجه خدمه بس كده. ده اول منى. تشربي ايه؟